بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل التوتوريال شابتر 6 الـ Internal Forced Convection Sample Problem 6.4 الـ Heat Loss from the Ducts of a Heating System Hot Air at Atmospheric Pressure 80 Atmospheric Pressure Enters an 8 meter uninsulated square duct uninsulated غير معزول square duct of a cross section 0.2 and 0.2 يعني مربع طلعه 0.2 meter 0.2 meter that pass through the attic of a house at a rate of 0.15 meter cubic per second اللي هي volume flow rate. The duct is observed to be nearly isothermal at 60 degrees Celsius. إذا هنا TS isothermal هنا على سطح الدكت هذه وبالتالي دائما ثابت عن 60 درجة. مطلوب determine the exit temperature of the air and the rate of heat loss from the duct the attic space كم كمية الحرارة الكيو دوت الموجودة عندنا هنا كم قيمتها properties the temperature of the air at the inlet عندنا 80 ايش اللي حيحصل ما دام هنا temperature عند السيرفس هي 60 وهنا 80 ايش اللي حيحصل في temperature تبع الاير حتى تنزل بسبب انه السيرفيس هنا درجة حرارته اقل من درجة حرارة الهواء الداخلي اذا حناخذ البروبرتيز عند التمبريتشر المعروفة عندنا هنا اللي هي 80 وعند 1 اتموسفير نروح للتيبل اللي هو الفي البروبرتيز تبع الاير نطلع الرو الكي النيو سي بي البرانت اللي هو تيبل اي 15 في بروبرتيز اوف اير ات 1 atmospheric pressure درجة الحرارة الموجودة عندنا هنا كم؟ 80 إذا 80 هنا نطلع الـ properties density نطلع الـ specific heat thermal conductivity الـ dynamic viscosity وبعدين نحسب منها الـ kinematic والـ kinematic viscosity نفسها موجودة والـ Prandtl الموجود عندنا اوكي هلا بدنا نحسب الهيدروليك الكاركترستيك لينث معروف انه دائما هو الهيدروليك دايمتر الهيدروليك دايمتر قانونه بالنسبه للكل هو 4 اي سي على البريميتر الاي سي اللي هو الكروس سكشن تبع الدكت هنا مربع اذا هذه الاربعه عندنا اي سي اللي هي اي سكوير البي اللي هي 4 بي بريميتر تبع هذه الدكت 4 اي اذا الهيدروليك دايميتر عندنا اللي نحسب عليه كل شيء الرينولدز وكله حيكون الـ A اللي هو 0.2 متر The mean velocity كيف نحسب الـ mean velocity كان عندنا الـ volume flow rate أظن على AC اللي هي الـ cross section وبالتالي هذه عندنا 0.15 والـ AC حسبناها اللي هي 0A square 0.2 متر سكوير وتساوي 3.75 إذا صار ممكن نحسب الرينولز بمعرفة المين فيلوستي والهيدروليك دايميتر اللي هو الـ A والنيو اللي طلعناها من التابل إذا الرينولز عندنا هو 35765 أكبر بكثير من الكريتيكال رينولز هنا ما فيش كريتيكال هنا قصنا الرينولز أكبر تماما من 10000 therefore the flow is turbulent and the entry length is roughly the entry length يساوي 10 من الديامتر الهيدروليك ديامتر اللي هو 10A ويساوي 2 متر أقل بكثير من اللينث الموجود عندنا هنا therefore we can assume fully developed turbulent flow in the entire duct ونجيب النسبة number هذه الحالة هو
رينولدز قوة 0.8، برانتل هنا قلنا دائما تكون قوة N، لكن الـ N هذه تساوي 0.4 في حالة الهيتينج وتساوي 0.3 في حالة الكولينج. نحن هنا عندنا أكيد الكولينج، لأنه إيش؟ نحن هنا الهواء اللي دخل هنا في الدكت درجة حرارته 80، بعدين هنا إيش؟ أكيد حتنزل درجة حرارته، لأنه درجة السطح الموجود عندنا هنا هي 60. إذا الحالة عندنا هي هنا الكولينج، إذا الـ N هنا تساوي 0.3. نحسب النيسولت، نطلع منه الـ H لأنه الـ DH معروفة والـ K thermal conductivity معروفة. إذا الـ H تساوي 13.5. نحسب الـ Surface Area، Surface Area هنا كم تساوي؟ تساوي الـ Perimeter اللي هو 4 AA مضروبة في الـ L اللي هو 8. إذا الـ Surface Area معروفة، الـ M dot كمان اللي هي الـ Rho في الـ Volume Flow Rate. إذا صرنا عارفين الـ M dot، الـ M dot اللي هي الماس فلو ريت اللي يدخل بها الهواء في الدكت. We determine the exit temperature of the air uniform. القانون اللي يعطينا الـ temperature الـ exit تساوي الـ TS معروفة اللي هي 60، الـ T اللي هي TS كمان، الـ TI اللي هي T inlet 80، الـ H حسبناها، الـ AS حسبناها، الـ M dot CP من الجدول. إذا الـ T عند الـ exit تساوي 71.3 ديجري سلسيوس. لو بدنا نشوف اللي هي الـ rate of heat loss from the air، الـ H عارفينها، الـ AS عارفينها، باقي علينا بس اللي هي logarithmic mean temperature difference. نحسبها القانون تبعها اللي هو تي اي 80 ماينس تي اكزيت. تي اكزيت عندنا هنا حسبناها من شويه، قلنا اللي هي 71.3 دقري سلسيوس، والتي اس عندنا هي 60 اللي هي السيرفيس تمبريتشر. يطلع معانا الكيو قيمته كم؟ كيو دوت ريت اوف هيت لوس ناقص هو لوس ناقص 1313 وات. Air will lose heat at the rate of 1313 as it flows through the duct in a vacuum. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.